السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناتنا. طبعا لاحظتوا أن اسم القناة تغير، أصبح تعلم أو نتعلم مع أمين. هذا حسب المحتوى الموجود في القناة أو المحتوى الطاغي يعني الموجود في القناة. المهم اليوم إن شاء الله وبحول الله رح نديروا مع بعض production écrite، يعني تعبير خفيف. يعني طبعا هذا لا برودكسيون هذه ما عطاوها الامين في المدرسه، قلت لكم سنه الرابعه ابتدائي، اذا اكيد اطفالكم راح يحتاجوها اكيد. اذا انا راح نديرها معكم مساعده لكم، وطبعا حتى اساعد ابني انا ايضا. اذا نبداو ان شاء الله. عطاهم يديروا عيدين، اما عيد الفطر او عيد الاضحى، احنا حنديروا عيد الفطر. يلا الاطفال كلهم يحبوا عيد الفطر اكيد راح يختاروا عيد الفطر. اذا نبدا على بركه الله. عيد الفطر، يلا نكتبوا عيد الفطر. عيد اذا الفطر، عيد الفطر، عيد الفطر. اذا هنايا واش نبداو نديرو الجمله الاولى، لازم نبينو بلي ان عيد الفطر يبدا في اول يوم شوال. راح نكتبوها بالفرنسيه، هذا سي او اس تي، سي لو برومي، سي لو برومي، سي لو برومي جور، اول يوم، برومي جور اول يوم، شو لو برومي جور دو موا، موا هو الشهر. تكتب هاك او اي اس بدون اس تولي انا، بالاس تولي شهر. دو شو ال، سي لو برومي جور دو موا دو شوال، نقطة. هذه الجملة الأولى، هنا بينا أنه أول يوم في شهر شوال. ما الذي يحدث في هذا الشهر طبعا أو في هذا اليوم؟ طبعا المسلمون كلهم يحتفلون بعيد الفطر. إذا راح نكتبوا أن المسلمون كلهم يحتفلون، إذا نكتبوا لي ميزولمون، المسلمون، إذا لي ميزولمون، لي مو زو ل مو، ونديرو اس باسكو الجمع، ا ميزولمون بدون اس، لي ميزولمون بالاس الجمع. هذه قريناها زو، علاش؟ باسكو هذه سي اون كونسون موراها فوايل، اس الاس كيكون موراه فوايل يقرا زد، ينطق ز. ميزولمون ما نقولوش ميسولمون. اذا لي ميزولمون فات، يحتفلون، فات لو فيرب فيتي، فات او ان تي، لنا او ان تي باسكو لي ميزولمون سي ايل افيك اس، او ان تي لو فيرب فيتي تاع برومي غروب. فات اذا ماذا يحتفلون؟ فات لايد، ا اي دي لايد، دي هذا. اذا لا، لاحظوا لا ايد، لا ايد لايد، العيد. الفطر طبعا الفطر، ونديرو نقطة. إذا الجملة الثانية، نروحو للجملة التالية الثالثة. إذا هنا يبين أنه شهر هو أول يوم في شوال، يحتفلون المسلمون بعيد الفطر. واش يديرو الرجال؟ ماذا يفعلون الرجال في عيد الفطر؟ طبعا الرجال يرتدون عباءتهم ويذهبون إلى المساجد. هذه راح نديروها بالفرنسية، ليزوم الرجال، ليزوم لي زوم، اش او دوزام. اذا لي زوم ام رجال، لي زوم مات يرتدون يلبسون، مات ما او ان تي باسكو لي زوم، لي زوم سي ايل افيك اس، ديرو او ان تي في لا فان. اذا لي زوم مات لور، اذا عباءتهم او جلابيبهم، اذا نكتبوها لور جلابا، راح نكتبو جلابة. لوغ هذا دي، دي هدا جا لا
بقى نديرو اس باسكو الجمع لوغ ديال لابا اذا هنا اس لي زوم مات لوغ ديال لابا بور لماذا بور لماذا يذهبون الى المساجد ليصلون اذا بور الي مثلا بور الي فير لا بريير يعني يصلون بور الي فير faire la et la prière prière y a salat prière la prière la prière طبعا صلاه ماذا اللي كنا نوضحوا انها لا بريير تاع العيد صلاه العيد de apostrophe a i d la prière de l'Aïd إذن هادو بالنسبة للرجال أنا كملنا الجملة الثالثة إذن هذه الجملة الأولى والثانية والثالثة إذن راح نديرو الجملة الرابعة إذن ماذا نقول في الجملة الرابعة طبعا تحدثنا عن الرجال دوك راح نتحدثوا عن النساء ماذا يفعلن النساء طبعا لي فام النساء أو الأمهات طبعا يجهزوا الطاولات بالمأكول بالحلويات باش يستقبلوا الضيوف إذا هذه حنديروها بالفرنسية إذا لي مامون أو لي فام حنديرو لي مامون لي مامون هي الأمهات لي مامون لي مامون بريبار يحضرون بريبار ENT parce que les mamans elle avec S. Les mamans préparent les gâteaux, les حلويات. Les gâteaux E A U on a rien dit X. Les gâteaux devenir X parce que les gâteaux fera في البلوريال جمع. Il a préparé les gâteaux pour لماذا علاش راهي توجد في لماذا هي تحضر الحلويات الامهات pour les visiteurs et les invités للزائرين طبعا والمعروضين pour les نقولوا les invités يعني الضيوف ان في تي pour les invités اذا درنا الرجال واش يديروا درنا الامهات واش يديروا واش بقينا هكذا طبعا الأطفال الصغار يلا نديرو الجملة الخامسة إذا هنا أربع جمل إذا واش يديرو الأطفال الأطفال طبعا يكونون سعداء بملابسهم الجديدة أيضا الكبار يعطوهم الأموال باش يشتروا الحلويات وإلى آخره إذا كل هذا راح ندونه في يعني جملة أو جملتين يلا راح نبداو نديرو لي زانفون مع الأطفال إذا لي زانفون إذن هذا S les enfants هذا S les enfants sont joyeux أو sont heureux joyeux heureux يعني سعداء إذن كتبوها sont joyeux أو heureux إذن كتبو joyeux هذا G وهذا Y joyeux سعداء et إذن و يرتدون ملابسهم الجديدة et met leur on dit le S طبعا leur nouveau يعني الجديدة nous E A U X leur nouveau le nouveau هي الجديدة leur nouveau ماذا vêtement إذا نكتبو vêtement les enfants sont joyeux joyeux heureux et mettent leurs nouveaux vêtements يرتدون الملابس الجديدة طبعا et les grands الكبار واش يديروا يعطوهم المال في عيد الفطر et les grands ولا les adultes مثلا الكبار et les grands leur donnent ENT parce que les grands leur donnent ماذا de l'argent mail
دراهم de l'argent. Et les grands leur donnent de l'argent pour acheter yeshteruna à acheter des bonbons halawiyat mathalan idan bon pour acheter des bonbons on dit onqta idan les enfants sont joyeux et mettent leurs nouveaux vêtements يرتدون الملابس الجديدة et les grands يعني الكبار leur donnent de l'argent pour acheter des bonbons إذن العيد هو يوم تاع صلة الرحم ممكن أننا نضيفها ممكن لا أنا حنضيفها لكم إذن c-e-s-t c'est la journée c'est la journée يعني يوم c'est la journée de إذا كيفاش تكتبوها صلت هايلك كتبو صلت إذا صلت عفوا إذا c'est la journée عفوا c'est la journée de صلت صلت S I L A T صلت الرحيم إذا ديروا A الرحيم طبعا هذه باللغه العربيه نحاولوا اننا نكتبوها بالفرنسيه اذا سي لا جورني دو صله الرحم ندير نقطه وندير اخر جمله تلميذ يعني في الاخير يكتب انه يحب هذا اليوم اذا جام لايد احب العيد اذا راح نعاودوها من الاول إذن عيد الفطر c'est le premier jour du mois شهر de شوال جملة تانية les musulmans fêtent l'Aïd al-Fitr عيد الفطر l'Aïd al-Fitr les hommes mettent leur djellaba pour aller faire la prière de l'Aïd. Et dans les gens, ils vont mettre leur djellaba, pour aller faire la prière. La prière est la salat de l'Aïd. Salat l'Aïd. Les mamans, ou les femmes, les mamans préparent les gâteaux pour les invités. Les invités sont les doyouf. J'ai le cac, les doyouf. نواصل les enfants إذن تحتوى الأطفال les enfants sont joyeux سعداء joyeux heureux et mettent يعني يرتدون leur nouveau vêtement nouveau جديد vêtement الملابس الملابس الجديدة nouveau vêtement et les grands يعني الكبار les adultes et les grands leur donnent يعني مدولو يعطوهم leur donnent le verbe donner يعطي leur donne de l'argent. L'argent, c'est elle-même. Pour acheter, les cahiers chteroun, pour acheter des bonbons. Adna, hnaya, idafa, c'est la journée de Selat Arrahim. Huayoum, les Selat Arrahim. J'aime l'Aïd. Ouhibbu l'Aïd. Idan, hada, fakat, une tradition, l'atfal, tan al-aïza, sana rabia ibtidaï, mumkin anha, atsa'atkum, inshallah. وبهذا نقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته